السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. حكومة الخدمات الوطنية منذ تقديم برنامجها الحكومي وضعت الأمن ضمن قائمة أولوياتها، فاستقرار هذا الملف يمثل بطبيعته مدخلا ملائما وشرطا أساسيا لإتمام الأجزاء الأخرى من البرنامج الطموح. وأوفق متتبعين المشهد الأمني فإن حبكة الصياغة اعتمدت هاي المرة على أسس نوعية تشكل من خلالها البنية التحتية لمواجهة التحديات الأمنية العالمية، وهذا ما تم من خلال عدة نقاط وفقرات تأخذ بعين الاعتبار تنسيق الجهود وتناقل الخبرات اللي من شأنها أن تعطي التجارب الحقيقية للحفاظ على أمن البلد واستقراره وصولا إلى فرض سلطة القانون وتوفير البيئة الأمنية المساعدة. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، رغم ثقل الأزمة السورية وحجم المصابة الذي حل ببلاد الشام، وبدء دمشق التحرك رويدا رويدا باتجاه لملمة الشتات وإعادة الحياة لكل ما دمر الزلزال، لم يستطع الكيان الإسرائيلي أن يتمالك عقدة العنصرية فاستهدف مواقع مدنية بغارات جوية ليقع أثر الحادث الذي غيبت فيه الإنسانية، يقع شهداء وجرحى في حصيلة ثقيلة تأتي بالتزامن مع هجمات إرهابية لتنظيم داعش الإجرامي. وهذا الترابط يدلل على حجم الارتباط والتعاون بين الكيانين الإرهابيين، والهدف مفاقمة معاناة الشعب السوري عن طريق شلل مسارات المعونة الواصلة للعاصمة السورية. هاي ملفات من حصادنا لهذه الليلة راح نتابعها ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. تشديد وتعقب في خطوات مهمة، الحكومة تسعى لبسط حالة الأمن في البلد من خلال معالجة الثغرات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بتغييرات إدارية مرة، وفي تارة أخرى متابعة الأداء الأمني، ومن وجهة نظر أخرى هنالك خطوات اتخذت لتعقب مهربي النفط واعتقال بعض منهم بخطط وضعت لملاحقتهم. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. عدة أهداف وضعها السوداني في برنامجه الحكومي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالعراق تبدأ بالحوار مع التحالف الدولي بشأن تواجد قواتهم على الأراضي العراقية، مرورا بإعادة رسم العلاقات بين المؤسسات العسكرية والأمنية ورفع الكفاءة المهنية للقوات المسلحة، وليس انتهاء عند وضع جدول زمني لإخراج الجيش من المدن أو تطوير الجهد الاستخباري، بالإضافة لدعم وتطوير الإمكانات المهنية لقوات الحشد الشعبي والاهتمام بجرحى وعوائل شهداء القوات الأمنية. ركائز نجدها واقعية إذا ما نظرنا للمتحقق منها خلال 100 يوم من عمر الحكومة، والذي ترجمته عدة قرارات وإجراءات وتحولات لإنجازات عضدت قوة وتماسك الملف الأمني في البلد، والذي أصبح أكثر قدرة على مطاردة ومكافحة عصابات الجريمة والمخدرات وتهريب الوقود والأموال، ناهيك عن تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية بعدة محافظات وإثبات نجاح التجربة عبر الاستقرار المتحقق طيلة الفترة السابقة مقارنة بالأحداث الدموية التي كانت تشهدها بعض المحافظات. أما الشريط الحدودي فإعادة نشر القوات وتعضيد جهودها وإمكاناتها كان كافيا لمسكها والحد من الخروقات من خلالها. وفي حوار التحالف الدولي فالحكومة عبرت عن جديتها بمعالجة هذا الملف عبر تأكيدها في أكثر من مناسبة ولقاء، وكان آخرها في مؤتمر ميونخ، بأن العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية مع بقاء المستشارين لأغراض الأمن وتشاور. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين في هذا الملف، السيد اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة، ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله سيادة اللواء. وكذلك أرحب بالأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ مخلد. أهلا. أبدأ مع حضرتك سيادة اللواء، يعني خلال 100 يوم من عمر الحكومة التقارير تحدثت عن صدور 36 قرار وتوجيه القطاعات الأمنية والعسكرية، هاي القرارات موزعة بين تعقب شبكات تهريب للنفط وتفكيكها خصوصا في محافظة ديالى، كركوك، البصرة. أيضا تذكر الإحصائية توقيف 49 متهم بهذه العمليات. لو تحدثنا عن إلى أي مدى تسهم هذه القرارات في استتباب الوضع الأمني في العراق؟ نعم، شكرا لك أستاذ أحمد، وتحية لك ولمشاهدي قناة الأيام ولضيفك الكريم، حياكم الله. الحقيقة هذه القرارات مهمة جدا وتسهم إسهام كبير في إشاعة الأمن والاستقرار وفرض هيمنة الدولة على كل مؤسساتها وعلى كل قطاعات الدولة. طبعا من المهم جدا حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أن يكون هناك وعي أمني، وأن تكون هناك عمليات مهمة تسهم هذه العمليات الاستباقية والوعي الأمني في إشاعة الاستقرار والسلم المجتمعي، ومن ثم بعد ذلك الدولة أكيد سوف تتطور باقتصادها ويتطور الاستثمار وتتطور كل الإمكانيات. لو أخذنا على سبيل المثال توجيهات القائد العام للقوات المسلحة خلال 100 يوم، ما هي الأهداف الرئيسية اللي وجه بها القائد العام للقوات المسلحة؟ أولا وجه بملاحقة واستمرار الضغط ومتابعة العناصر الإرهابية، وشدد على الجهد الاستخباري والأمني وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني ورفع مستوى الجهد الاستخباري والأمني إلى أعلى مستوياته لمنع هذه التنظيمات من العبث بمقدرات شعبنا وكذلك بالنيل من أهدافنا الحيوية. طبعا هذا من جانب. من جانب آخر احنا لو نلاحظ أيضا شدد القائد العام وفي توجيهاته للقوات الأمنية على ضرورة ملاحقة ومتابعة كل من يعرض ثروة البلاد اللي هي المشتقات النفطية إلى أي ضرر. وفعلا بدأت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها سواء جهاز المخابرات الوطني، جهاز الأمن الوطني، جهاز الاستخبارات في الحشد الشعبي، جهاز الأجهزة الأمنية الأخرى في تعقب هؤلاء. الأهم من ذلك هو متابعة وملاحقة اللي يضرون بالاقتصاد الوطني عن طريق توجيهاته في متابعة مهربي العملة وكذلك حفظ اقتصادنا من كثير من الأمور التي تضر بها. وفعلا نجحنا في تعقب وملاحقة ومتابعة عن طريق أجهزتنا الأمنية وبالذات جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية. طبعا هذه التوجيهات كلها تصب في عملية استقرار الوضع الأمني. توجنا هذه بسلسلة من الرؤية لرؤيتنا لعام 2023 كقيادة عمليات مشتركة وكقوات أمنية بكيفية التعامل مع من تبقى من هذه التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق، وشخصنا من خلال الجهد الاستخباري والتحليل الذي اطلع عليه القائد العام للقوات المسلحة في تقارير مهمة ونوعية بآلية العمل وآلية التعامل مع هذه التنظيمات في تلك المناطق. وفعلا بدأنا بعد التوكل على الله وبتوجيه منه أن نشرع بعمليات كبرى. هذه العمليات انطلقت قبل حوالي 10 أيام، أطلق عليها اسم سيوف الحق. طبعا هذه العملية بدأت في الوقف في ديالى واستمرت الآن في مرحلتها الثانية في قواطع عمليات قيادة عمليات غرب نينوى وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات صلاح الدين. الغاية منها هو استمرار إدامة الزخم على هذه التنظيمات الإرهابية وملاحقتهم ومتابعة من تبقى منهم لغرض إنهائهم. طبعا هم يتمترسون ويتواجدون في مناطق يعتقدون بأنها ممكن أن تحميهم، مناطق تكون صعبة جغرافيا بعض الشيء، لا يمكن للمشاة الآلي أو أجهزتنا الأمنية والاستخبارية أن تستخدم عجلاتها وإمكانياتها وقدراتها إلا عن طريق حقيقة الدوريات الراجلة أو عن طريق الاستطلاع ومن ثم استهدافهم بأما بطيران الجيش أو بطيران القوة الجوية. ونجحنا نجحنا في استهداف قادة مهمين سواء في ديالى أو في الجزيرة، وهذا ما اطلعنا عليه من خلال ما حصلنا عليه من معلومات ومن وثائق مهمة تؤكد نجاحنا في اختراق التنظيم. طيب
جدة رحابي حضرتك. الأستاذ مخلد حازم يتحدث في الكريم السيد اللواء تحسين خفاجي عن هذه العمليات وسيما التركيز على عملية سيوف الحق. نتحدث في هذه الجزئية خلال 100 يوم أكو إعادة النظر بعقود التسليح خارجيا وداخليا، كان هنالك ملاحقة لتجار المخدرات، سحب الجيش من المدن، رفع سيطرات أمنية، كل هذه الإجراءات هل من الممكن أن نستشف بأن استتبابا للوضع الأمني قد حصل، أم أن أصبحت بتكتيكات أخرى متطلبات المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وتحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدين قناة الأيام. تأكيد يعني عندما انتهت معركتنا مع الإرهاب في 2017 أكيد تحولت معركتنا من معركة مواجهة عسكرية إلى معركة أمن واستخبارات. نعم. وبالتالي في نظام الأمن والاستخبارات هي خطط واستراتيجيات تختلف عن معركة المواجهة الأمنية. بالتالي نحن اليوم نبحث عن المعلومة التي نستطيع من خلالها أن نصل إلى هذه الخلايا التي هي ذابت في مناطق غير ممسوكة أمنيا يعني لحد هذه اللحظة. بالتالي اليوم عندما نتكلم عن تنظيمات، بقايا تنظيمات داعش، هي تنظيمات يعني لا نعطيها تلك الأهمية الكبرى وأنها بأعداد ضخمة تستطيع القطاعات العسكرية أن تنزف من طاقتها بالذهاب باتجاه البحث عنهم. لا، اليوم نحن في معركتنا هي معركة الاستخبارات. بالتالي نحتاج إلى المعلومة الأمنية ونحتاج إلى الجهد الساند وهو الجهد الجوي. بالتالي اليوم نحتاج أن تكون لدينا تضافر جهود، نحتاج أن يكون هنالك لدينا جسر وثقة عالية ما بين القطاعات الأمنية وما بين المدنيين المتواجدين في هذه المناطق، لأن المناطق التي يتواجدون فيها اليوم أصبحت مكشوفة، هي مناطق وادي الشاي، وادي زغيتون، طيبيجة، الجلام. هذه المناطق يجب أن تحاصر أمنيا، يجب أن تكون لدينا عمل استخباراتي عالي المستوى بحيث نستطيع من خلاله أن نحصل على المعلومة الأمنية الاستباقية، لأننا لا يمكن في معركتنا أن نكون في مرحلة الدفاع وهم يكونوا في مرحلة الهجوم. عناصر داعش يستغلون الزمان والمكان والفرصة لكي يستطيعوا أن يقوموا بعملية استباقية نوعية على قطاعاتنا، وكثيرا ما تعرض قطاعاتنا المدنيين، بعض القرى، بعض يعني هذه العمليات يجب أن لا نعطي لهم هذا الزخم وهذه المعنويات التي يستطيعون أن يتحركون فيها. نحن بعد انتهاء المعارك يعني يجب أن يكون لدينا استراتيجية تختلف عن الاستراتيجية السابقة، يجب أن يكون لدينا تطهير حقيقي لبقايا داعش، لا نجعل منهم يعني وجودهم في ملاذات آمنة أن يعرض القطاعات الأمنية والمدنية إلى هكذا عمليات. الجهاز الأمني، الجهاز الاستخباراتي، القوات الماسكة الأرض تعمل جاهدة، تحاول إعادة نشاطها، تحاول أن تكون ماسكة للأرض حقيقي، لكننا في نفس الوقت نقول أن هنالك قطاعات ماسكة للأرض هي قطاعات مترهلة ليس لها القدرة والقابلية على مجابهة هذه العناصر الضعيفة. بالتالي هنالك يجب أن تكون لدينا قطاعات نخبوية في ملاحقة هذه العناصر. عندما نتكلم عن زحف القوات الأمنية أو القطاعات الأمنية بأعداد هائلة لملاحقة هذه العناصر، أكيد سيكون استنزاف لهذه القطاعات التي ممكن أن نحصل على بديل، وهو أن نحصل على المعلومة الأمنية الاستباقية وأن تكون لدينا جهد جوي ساند. حقيقة نحن اليوم نتكلم عن الإمكانيات في الجهد الساند الجوي، هو طائرات F-16، طائرات سيزنا كارافان التي هي ممكن أن تثبت أهدافها حقيقة باتجاه هذه العناصر، لكن أكيد نحتاج أن تكون لدينا إمكانيات للحصول على طائرات مسيرة. هذه الطائرات فيها أنواع وفيها يعني إمكانيات لأن تكون هنالك طائرات استطلاع، طائرات تنفيذ، طائرات أن تكون متواجدة في الأجواء لمدة 24 ساعة، ليس فقط في ملاحقة عناصر الإرهاب، في ملاحقة أصحاب الجريمة المنظمة، في ملاحقة تجار المخدرات، في المحافظة على الحدود. هذه لا يعني هذا الجهد الجوي اليوم العراق يفتقر له حقيقة. لذلك عندما دعا السيد السوداني إلى إعادة عقود التسليح، يجب أن نذهب ونعطي الأولوية إلى الطائرات المسيرة التي اليوم نحتاجها. اليوم القوات الصديقة وقوات التحالف
هي لا يمكن يعني أن تعطينا المعلومات التي كانت تعطينا سابقا بسبب كانوا موجودين في الأجواء وهم من يزودوا قيادة العمليات المشتركة بالمعلومات عن تواجد هذه العناصر الإرهابية. اليوم نحتاج بجهدنا، نحتاج بقواتنا المسلحة، يجب أن يكون السلاح بيدهم لأجل تنفيذ هذه العمليات وملاحقتهم والقضاء عليهم، وإلا يعني قد تتعرض بعض القطاعات، تتعرض الناس المدنيين إلى هؤلاء، لأنهم يتحركون في مناطق وعرة، يتحركون في مناطق صعبة السيطرة عليها. ما تتفضل به أستاذ مخلد، خليني أحيل إلى سيادة اللواء أستاذ تحسين. يتحدث ضيف الكريم عن الملف الأمني ومسك من قبل القوات العراقية، الجهوزية هل هي تامة في هذه الأثناء؟ هل لازلنا بحاجة إلى مساعدة قوات تحالف؟ يعني أولا إحنا عندما نتكلم عن الملف الأمني نتكلم عن الحقيقة بعد انتصارنا على تنظيم داعش الإرهابي وبدء قوات التحالف الدولي بتسليم المعسكرات وأماكن تواجدها إلى القوات الأمنية العراقية الواحد تلو الآخر، ووصلنا عن طريق تغطية إعلامية إلى أن استلمنا كل المعسكرات والمناطق اللي كانت تتواجد بها قوات التحالف الدولي. وأثبتنا قناة الأيام حاضرة في هذه التغطية. نعم قناة الأيام كانت حاضرة أكيد ونقلت من وأثبتنا للعالم بأنه قواتنا الأمنية عندما مسكت هذه المعسكرات وانطلقت منها بعمليات نوعية ضد تنظيم داعش الإرهابي، أثبتنا كفاءتنا وعملنا وتطورنا واستفادتنا من الدروس التي مررنا بها. أكيد القوات الأمنية دائما تحتاج إلى تطور وتحتاج إلى امتلاك أنواع كبيرة من الأسلحة والمعدات والتقنيات والمناورات والتمارين التي تبني إمكانياتها وقدراتها للتعامل مع مستويات التهديد والتهديد. وأنت تعلم والجميع يعلم وضيفك الكريم يعلم أيضا بأن مستوى التهديد دائما يتغير ويرتفع، ومع ارتفاع التهديد ترتفع أيضا التحديات، وترتفع أيضا مع التحديات الإمكانيات والقدرات في مجابهة هذه التحديات. لذلك عملية بناء وتخطيط وتهيئة لإمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية دائما تحتاج إلى أن تكون بأعلى المستويات. ما أثبتنا للعالم بأنه قواتنا الأمنية هي التي قاتلت تنظيم داعش الإرهابي، وهي التي قدمت التضحيات، وهي التي الآن مستمرة وناجحة في القيام بأعمال تعرضية وعمليات نوعية. وأزيدك يعني معلومة أخرى بأن خلية الاستهداف اللي موجودة في قيادة العمليات المشتركة واللي تنسق مع وكالة التحقيقات والاستخبارات، تنسق مع جهاز الاستخبارات العسكرية، تنسق مع جهاز المخابرات، مع الأمن الوطني، مع حتى جهاز الاستخبارات في الحشد الشعبي، تنسق مع كل الأجهزة الأمنية عندما يكون هناك عمل ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولن تأتينا أي معلومة استخبارية عن طريق التحالف الدولي أو تزودنا فيها، فقط إحنا في بعض الأحيان نحتاج إلى طائرات مسيرة، هذه الطائرات تخدم قواتنا وسلاح الجو في تحديد بعض الأماكن، بالإضافة إلى ما تمتلك مديرية الاستخبارات العسكرية من إمكانيات وقدرات عالية. لذلك أؤكد لك بأنه قواتنا وإمكانياتنا وقدراتنا على مستوى عالي جدا، وهذا ما أثبت التقرير الدولي اللي هو اللي جلوبال أرمي اللي موقع دولي، هذا يعطي أهمية ومواقع الجيوش في العالم. وعد ما وضع الجيش العراقي وإن كان يعني رجع إلى مراكز بعض المراكز، ولكن وضعها في المرتبة 46 وهذا من بين كل جيوش العالم والثالث عربيا. طيب سيادة اللواء، نتحدث عن هذه الجزئيات، تتحدث بها بمنظور عسكري، ولكن برصدنا الإعلامي عندما نجري لقاءات مع المواطنين كان واحدة من الشواهد اللي نلتمس منها استتباب الوضع الأمني هو إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة، وهذه نقطة يعني أثيرت في مجلس النواب، كانت هنالك مطالبات في الحكومات السابقة لما تكون استجابة من حكومة السوداني وإلغاء هذا التدقيق الأمني، بالتالي أكو خدمة تقدم مباشرة إلى المواطن يلتمسها لمس اليد، ولكن نعلم من خلفها الكثير من الإجراءات الاستخبارية العسكرية وغيرها. هذه الإجراءات أين نضعها في إنجازات الحكومة؟ يعني أولا الحكومة كانت رائعة جدا باتخاذها هذا القرار اللي هو قرار إلغاء الحقيقة المعلومات التدقيق الأمني أو التدقيق الأمني الخاص بعودة المواطنين.
أولا نظرة الحكومة دائما إلى الشعب هي نظرة أبوية، نظرة احترام وتقدير، ونظرة مساعدة للشعب في عودته وفي مساعدة الأهالي النازحين. وهنا أود أن أؤكد على جزئية مهمة جدا، بأنه أجهزتنا الأمنية والاستخبارية بكل مسمياتها يعني لديها قاعدة بيانات غنية جدا، ولديها إمكانيات ومعلومات وقدرات تتعامل مع تحديات في غاية الصعوبة، ولكن نجحت في الوصول إليها وفي الحقيقة تقويضها وإلقاء القبض على من تلقي القبض أو قتل من تقتل. لذلك عندما وجهت إلينا الأوامر ومن قبل القائد العام للقوات المسلحة، بدأت استراتيجيتنا ورؤيتنا كأجهزة أمنية يجب أن تكون منسجمة مع التوجيه الذي أتى من الحكومة ومن القائد العام بالذات. وفعلا بدأنا نتعامل وبدأنا نعمل وفق هذه الأمور التي تسهم في عودة النازحين وتسهيل عودتهم، وبنفس الوقت أيضا أن نكون منتبهين ويقظين وعلى درجة عالية من الحذر في التعامل مع أي تحديات قد تكون بين هؤلاء الذين يحاولون أن يعودوا مرة ثانية أو يحاولوا أن يخترقوا خطوطنا الأمنية اللي بدأناها، وهي أهم شيء التعاون والثقة المتبادلة ما بين المواطن وما بين القوات الأمنية. طيب، من ضمن هذه الإجراءات اللي تسهم في استثباب الوضع الأمني أستاذ مخلد، وتحدثت حضرتك عن عقود التسليح، ولكن أيضا التدريب لا ننسى لأهميته. الاتفاق مع هولندا، تركيا، أمريكا، فرنسا، حلف شمال الأطلسي على تقديم التدريب والمشورة وأيضا تعزيز القدرات الأمنية وتنسيق الجهود ونقل الخبرات في حكومة السوداني، لما يكون هنالك توجه بهذا الحجم مع كل هذه الدول، هل من الممكن أن يعني يكون هذا مؤشرا على نجاح الحكومة في الجانب الأمني خلال المئة يوم الماضية؟ ما نتكلم عن دور القوات الأمنية وما قامت به خلال هذه الفترات، أكيد نثني على عمل القوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية، لكن نعود ونقول أنه نحتاج سلاح، نحتاج دعم لوجستي. التدريب اليوم لا يمكن أن تقوم بآلية تدريب أو بعمل تدريب بدون وجود السلاح الذي أنت تحتاجه للقيام بعمل ما. فبالتالي التدريب على السلاح هو الأفضل، مع العلم أن لدينا الإمكانيات من العديد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الذي لديهم باع وخبرة في هذه المجالات. فلذلك نحن نحتاج اليوم الدعم اللوجستي والسلاح من دول الغرب أو من أي دولة يعني نستطيع أن نفتح معها يعني آفاق أو نفتح معها إمكانية الاستيراد أو العقود التسليح، وبالتالي نحتاج إلى التدريب على هذا النوع من السلاح. نحن نحتاج إلى أن تكون لدينا إمكانيات في الدفاع الجوي، نحتاج أن تكون لدينا كتائب إنذار وسيطرة، نحتاج أن تكون لدينا رادارات، نحتاج أن تكون لدينا طائرات سكرامبل للدفاع الجوي. الكثير من الأمور اليوم حقيقة السلاح يعني الأسلحة الجوية أو السلاح الجوي أو قيادة الدفاع الجوي، نحتاج إلى أن تكون لدينا منظومة متكاملة يعني مكملة الوحدة الآخرة يعني بين السلاح الدفاع الجوي والقوة الجوية. طيب، بالتالي نحن أكيد نحتاج إلى أن ننفتح على جميع الدول، لأن هذه الدول اليوم تنظر إلى العراق بمنظار آخر ليس كما كان سابقا. اليوم العراق لديه ملف كامل عن مكافحة الإرهاب، لديه إمكانيات بآلية المعارك التي خاضها ضد الإرهاب. نحتاج فعلا أن نكون بلد رصين من خلال الآليات التي ممكن أن نستورد بها السلاح الذي نحتاجه. نحتاج إلى تكنولوجيا الاستخبارات، التقنيات المتطورة. اليوم التقنيات يوما بعد يوما تزداد في علم الاستخبارات. اليوم حتى يعني في بعض الأحيان الكاميرات الحرارية لن تجدي نفعا مع الإرهابيين، لأنه هنالك يعني أشياء قد طورت تمنع الوصول إلى الشخص الذي يرتدي. مع هذا يعني عدم وجود كاميرات حرارية وهذه الاحتياجات، سيادة اللواء في سؤال أخير حضرتك، يعني كان من ضمن التقارير الأمنية اللي رشحت إلى الإعلام أنه أكو إعادة نشر قوات حرس الحدود لضبط الشريط الحدودي المشترك مع دول الجوار. أستاذ تحسين، هذه الإجراءات أيضا كنا نعاني منها في السابق، والخلل الذي يحدث في الحدود. يعني لنتحدث عن الحدود قليلا الحقيقة، ونتحدث فيما يخص الحدود العراقية السورية، الحدود العراقية التركية، الحدود العراقية الإيرانية.
ونبدأ بالحدود العراقية السورية واللي طولها 610 كيلومتر. نجحت قيادة العمليات المشتركة في تحصين وتمكين هذه الحدود ومنع أي تسلل من قبل التنظيم الإرهابي، خصوصا في مناطق شمال شرق سوريا، المناطق اللي ينشط بها التنظيم داعش الإرهابي، واللي يحاول أن كان في السابق يعتبر طريق ناقل في الحدود العراقية السورية، جنوب غرب نينوى، جنوب غرب كركوك، شمال صلاح الدين، شمال وادي ثرثار، باتجاه إما قيادة عمليات الحقيقة ديالة أو المناطق اللي قريبة منها. وهذا استطعنا أن ننجح باستحكام الحدود عن طريق وضع كاميرات وأبراج مراقبة وخطين من الدفاع. الخط الأول هو خط الحرس الحدود، وبمسافة معينة الخط الثاني هو الجيش العراقي، ونجحنا في منع وقطع أي تسلل لهذه التنظيمات الإرهابية بعد ما حاول في بعض الأحيان، ولكن إما قتل أو اعتقل أو رجع إلى مكان اللي حاول أن يتسلل من عنده. طبعا هذا من جانب. من جانب آخر، كان هناك لقاءات مستمرة مع الإخوان في البيشمركة، ولقاءات هذه كانت بالذات مع معالي وزير داخلية في الحكومة الاتحادية، وذهبنا في وفد ونائب قائد العمليات المشتركة معانا، واجتمعنا في إقليم كردستان مع وزير داخلية الإقليم، وكان رئيس أركان البيشمركة موجود، وكان هناك أيضا نقاش للحدود العراقية التركية حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة اللي أمر بأن يكون انتشارنا على الخط الصفري اللي موجود. وفعلا بدأ العمل في الحقيقة هذا المشروع، مشروع إنشاء أبراج مراقبة، والآن هناك شركة تقوم بإنشاء هذه الأبراج، ولكي يتم طبعا تعزيز هذا الخط، طبعا عزز بمقاتلين آخرين عن طريق وزارة الداخلية في المركز، وأعتقد العمل جاري بي بصورة مستمرة لحد الآن. نأتي إلى الحدود العراقية الإيرانية، وما قامت به قيادة العمليات المشتركة من خلال بالتعاون مع الحشد الشعبي ووزارة الدفاع بناء على هور الحويزة. هذه السدة طبعا سوف تحصن حدودنا وتمنع التسلل وكذلك مهربين المخدرات أو أي شيء آخر لضبط الحدود، وفعلا العمل جاري بها، وإن شاء الله هناك خطة لإنهاء هذه الخطة. نعم. عملية يعني بدأت بها القوات الأمنية لتحصينها وتمكينها وضبطها. هذا يعتبر إنجاز من قبل قيادة العمليات المشتركة وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة في معالجة حالة كانت في السابق الحقيقة تستغل من قبل إما مهربي المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الإرهابيين، ونعتقد بأننا هي الطريقة المثلى للسيطرة وإحاطة كل من تبقى داخل البلاد من أجل ملاحقته ومطاردته وإنهائه أو اعتقاله. أشكرك شكرا جزيلا اللواء تحسين خفاجة الناطق قسم العمليات المشتركة، ضيفا كريما في الاستوديو، شكرا على هذه الإثراءات، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أثريت الحوار في هذا الملف أيضا. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بهذا الملف بضيفي الكريم أستاذ صفاء العسلم الخبير الأمني، حياك الله أستاذ صفاء ضيفا كريما. نتحدث عن الغارات الإسرائيلية على سوريا، تأتي في وقت حساس جدا يتعرض فيه الشعب السوري إلى كارثة طبيعية أدت إلى أزمات وكوارث إنسانية، فقد وجاءت إسرائيل لتزيد الطين بلة. كيف تنظر إلى هذه العمليات العسكرية في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم أستاذ أحمد وعلى قناتكم مشاهديك الكريم، حياكم الله.
يعني اولا هي ليست بالجديده، هي ليست الضربه الاولى الى سوريا او دول المنطقه، وخاصه نتكلم على العام او منطقه الشرق الاوسط. اسرائيل تنتهز عاده الفرص، تدري انت يعني الكل يعرف الى انه اسرائيل هي الابن المدلل للولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي اي عمليه عسكريه ان كانت على العراق ان كانت على سوريا وان كانت على، هي حقيقه يعني ضربت الضربات الاسرائيليه وصلت الى بيروت، وصلت الى سوريا، وصلت الى العراق، وصلت الى كثير من الدول اللي هي ضد مبدا تواجد اسرائيل على الارض العراقيه واغتصابها اراضي فلسطين. هذه كلها يعني هي انتهاز فرص تاتي نتيجه تعاون امريكي اسرائيلي. طبعا القرار هو قرار امريكي بحت يعني غير قابل للنقاش، والموافقه موافقه امريكيه، و يعني حقيقة خلينا نكون شفافين إلى أنه سوريا غير قادرة الآن على الإجابة بضربات تجاه إسرائيل، يعني لأسباب كثيرة. أول شيء يعني جنابك طرحت جزء منها هو أنه سوريا الآن بلد مقلوب، زائدا داعش وتواجد داعش داخل الأراضي السورية وقوات قسد والضربات الكثيرة التي تضررت بها سوريا نتيجة الإرهاب، وهذا الموضوع قديم يعني الموضوع صار له أكثر من 7-8 سنوات. ولهذا سوريا الآن هي تعتبر من البلدان الضعيفة عسكريا في المنطقة، وبالتالي تكون إسرائيل هي لديها السيطرة وهي عبارة عن إشارات. هسه احنا خلينا ناخذ الموضوع بأبعاد أخرى، هي إشارات إلى أكثر من دولة، خاصة أتكلم على دول الجوار، يعني هي إشارة واضحة جدا وكبيرة جدا تجاه الجارة إيران، وإشارة واضحة جدا إلى العراق، وإشارة واضحة جدا إلى كثير من الدول اللي هي لديها تعاون مع الجانب السوري. واحنا نتكلم على سوريا على اعتبار الى ان سوريا اولا بلد جار، زائدا هو بلد منكوب تحديدا، ونحن لدينا نفس المعاناة مع سوريا. نعم. فيما يخص تنظيمات الارهابية وتنظيمات داعش. نعم. نتحدث ايضا عن المصائب اللي مرت بها سوريا ولا زالت تلملم جراحاتها، تجمع شتات امرها حتى تتجاوز هذه الكارثة وهذه المحنة، ولكن السياسة اللي اتبعها الكيان الإسرائيلي منذ مدة في المنطقة، التجويع مقابل التطبيع، واليوم وصلنا إلى يعني عمليات عسكرية وقصف عسكري، هذا بصراحة أستاذ صفاء يعني مؤشر خطير جدا. نتساءل عن المجتمع الدولي أين يقف من هذه المسألة التي تحصل في المنطقة. أستاذ أحمد يعني أنت تعرف الحقيقة وتريد تسمعها من غيرك. يعني أولا هو المجتمع الدولي يعني مقسوم إلى جهتين، يعني أولا هو أما جهات تتعامل مع إسرائيل كدولة رسمية ولديها سفارات ولديها قائم بالأعمال وهنالك تعاون مشترك إن كان على الجانب الاقتصادي، حتى أكو دول عربية خلي أكد لك إلى أنه لديها تعاون عسكري مع إسرائيل نتيجة التزويد بالسلاح واستلام سلاح، وهذا الموضوع يعني حدث اعتقد داولنا بياني وحضرتك. الجهه الثانيه هو المعسكر الثاني اللي هو ضد التطبيع وضد التعاون مع اسرائيل وضد وجود اسرائيل على الخط، وهذه هي الدول اللي تعتبر متضرره. احنا تكلمنا باول يعني اول حديث اني اخبرتك الى انه اسرائيل هي الابن المدلل للولايات المتحده الامريكيه، وهي حقيقه يعني لديها القرار الاكبر في منطقه الشرق الاوسط. يعني لن نستهين بتواجد اسرائيل، احنا يعني بيوم اللي استلمنا الطائرات F-16 استلمت اسرائيل طائرات F-35، اذا هنالك توجه امريكي بانه اسرائيل يجب ان تكون هي اعلى مستوى من كل دول المنطقه، هسه كانت على مستوى دول الجوار، زائدا هي وسيله ضغط امريكيه على كل الدول التي تعارض تواجد اسرائيل او اللي هي ترفض العلاقه مع اسرائيل. هذا القرار يعني اعتقد وضح بالعراق اكثر، يعني احنا ما نريد نقول انه احنا نتعامل بشقين، ولكن يعني حكومة الاقليم لديها بعض المناشدات او لديها بعض الاشارات. نعم. الى انه عدم وجود خلافات عراقية اسرائيلية، ولكن حكومة بغداد هي رافضة الموضوع بشكل كبير جدا، ولهذا يعني سيكون هنالك ضغط اكبر مستقبلا. انا في قراءاتي الى انه المستقبل سيكون اكثر تعقيد ان بقينا نحارب هذا الموضوع ونعترض عليه بشكل كبير، زائدا نضرب كل المصالح الإسرائيلية داخل العراق. نعم. اسمح لي أستاذ صفاء أن أرحب بضيفي الكريم، ينضم معي عبر سكايب سوريا الأستاذ محمود ياسين المحلل السياسي. حياك الله أستاذ محمود، نتحدث اليوم عن
هذا الواقع الذي تعيشه سوريا من لملمة الشتات جراء الزلزال، يكون هنالك أيضا قبالة كل هذا قصف إسرائيلي. هسه يعني عندنا مثل بالعراقي، بخيرهم ما خيرون بشرهم عموا علي. يعني حتى التعزية في الكنيسة لم يقبلها أعضاء الكنيسة، ويعني غطينا هذا الموضوع في حلقة الأمس، ولكن يصل الموضوع إلى غارات إسرائيلية على العمق السوري في هذا التوقيت الحساس بالذات، كيف تصفوه؟ أستاذ محمود ياسين. أستاذ الكريم، أنت وضيفك الكرام، حياك الله. الرحمة للجميع والشفاء العاجل لجرحى الزلزال والكارثة التي ضربت سوريا. الحقيقة سوريا تعيش منذ أيام الكارثة التي ضربت في هذا الزلزال العنيف الذي أدى إلى سقوط ودفاع مجموعة من الشهداء وعدد كثير من المصابين نتيجة الزلزال، وتهدم كبير في الأبنية وتصدع بمن بجانية لم تصبعد، وجاري البحث عنها عن طريق رجل السلام العامة لتأكد من سلامة هذه الأبنية. الوضع العام لأبناء هو وضع إنساني جدا، والأخوة العرب في مختلف الدول العربية من العراق التقليد والحزب الشعبي ومن مصر والجزائر والإمارات العربية والسعودية كانوا هناك مجموعة من استاذ محمود اتاسف من حضرتك، يعني يبدو ان الانترنت في سوريا ليس بالدقه المطلوبه. ارجع لحضرتك استاذ صفاء، نتحدث اليوم ايضا عن الكيان الاسرائيلي. يعني كما اسلفت لضيفي محمود ياسين بانه بالامس غطينا في حصاد الايام اعتراض الكنيسة على إحدى عضوات العربيات بتقديم التعزية إلى الشعب التركي والشعب السوري، وكيف أنهم لم يقبلوا حتى بتقديم التعازي. اليوم نراهم يسلكوا منحا آخر، يعني لا عن طريق الدبلوماسية يقفون مع الشعوب بشكل إنساني، ولا عن طريق العمليات العسكرية. نراهم أنه يستخدمونها بالضد في هذه الظروف الحساسة. أستاذ أحمد، يعني أولا الموقف الإسرائيلي واضح جدا يعني تجاه الدول العربية، وخاصة تجاه الدول اللي هي يعني ليس لديها علاقات مع الجانب الإسرائيلي، وهذا الموضوع يعني ابتدأ بزيادة خلال يعني العامين السابقين، ولاحظنا إلى أنه كثير من الدول العربية التجأت إلى المعسكر الإسرائيلي ودخلت إلى هذه الاتفاقيات مع إسرائيل وكونت علاقات، لأنه الضغط الأمريكي الموجود. وأني حتى يعني لن أعيد فتشيء هو واضح للجميع، ولكن أعتقد كل السادة المشاهدين يعرفون إلى أنه هنالك ضغط أمريكي كبير جدا على الحكومة العراقية وعلى السياسة العراقية بضرورة التعامل مع إسرائيل كدولة، وضرورة فتح آفاق بالتعاون، و يعني حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وبوساطة عربية حقيقة. يعني هذا الموضوع أتصور يعني ظهر للجميع. طبعا كل العداءات اللي تحقق نتيجة عدم تعاون ما بين إسرائيل والدول العربية اللي أنا شخصتهم، يعني قلت لك هو هنالك أكثر من مو أكثر من 5 إلى 6 دول عربية هي ليست لديها علاقات حقيقية مع إسرائيل. طبعا العراق واحدة من الدول، وهنالك رفض. أنا أعتقد إلى أنه قبل أكثر من شهرين، أكثر من 60 يوم، كان هنالك تصريح واضح من رئاسة الحكومة إلى أنه نحن ليس لدينا أي
إمكانية للتعاون ما بين العراق وإسرائيل، وإسرائيل تحاول أن تشعر الجميع إلى أنه لديها القوة والإمكانية في أي عملية تجريها عملية عسكرية. ومع الأسف يعني عملية الضغط الأخيرة اللي صارت على سوريا، حقيقة سوريا الآن في وضع يعني مربك جدا، وهي بلد منكوب، وجاءت الضربات الإسرائيلية هي استغلال لوضع معين. زائدا النقاط الأخرى، يعني بتدري احنا نتكلم على يعني نتكلم على دولة عظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صاحبة القرار الأكبر في كثير من الأمور، يعني زمام الأمر بيد الأمريكي نتيجة تغيير الدولار، زائدا السلاح العراقي أو سلاح الدول التي لا تتعاون أو غير متعاونة مع الجانب الإسرائيلي هو حتما سلاح أضعف من إسرائيل بكثير، وهذه عملية محسوبة حساب كبير جدا. وهنالك توجيهات كما أخبرتك إلى أنه بيوم تسليم طائرات F-16 إلى العراق كان هنالك تسليم طائرات اثنين، حقيقة حتى نكون دقيقين، عند استلام طائرتين F-16 كان هنالك بنفس اليوم تسليم طائرات F-35 اثنين إلى إسرائيل، حتى يشعرك إلى أنه دائما هنالك جهة أقوى في عملية القتال، وهي كما أخبرتك قبل قليل إنها نعم. هي الابن المدلل الولايات المتحدة. نعم. هذا الموضوع أستاذ صفاء أثار حفيظة بعض الدول، لا سيما الدول الكبرى كروسيا، يعني اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية زخروفا نددت وشجبت هذا الاعتداء ووصفته بالدنيء وغير المقبول، وأيضا موقف سوريا جاء بالضد مما حصل كاستنكار وتقديم يد العون إلى سوريا، ومطالبة باقي الدول إلى تقديم يد العون إلى سوريا في هذا التوقيت الحساس. هنا نتحدث عن المواقف والمواقف المضادة. أستاذ أحمد، خليني أجيب لك مثال بسيط على الموضوع. إحنا دعمنا الجانب السوري نتيجة الزلزال اللي ضرب المنطقة، وحقيقة الموضوع كارثي، وكانت المتضررين الأكبر في العملية هي تركيا وسوريا. حقيقة هذا يعني هذا الموضوع غير قابل للنقاش. التعاون العراقي تجاه سوريا كان أقوى حقيقة من التعاون العراقي التركي لأسباب كثيرة. أولا إلى أن سوريا كانت عليها حصار من أكثر من دول العالم، وهي كانت نسبة الضرر بها عالية جدا، زائدا هي دولة عربية ودولة إسلامية، ونحن لدينا علاقات خاصة ما بين العراق وسوريا، وهي يعني قريبة من الجانب العراقي جدا. أما تركيا، طبعا تركيا العالم يعني كمستوى بلد هو أعلى من سوريا بكثير من ناحية الإمكانيات، من ناحية الموقع العالمي، ولهذا كان هنالك تعاون كبير مع تركيا من أكثر من دول العالم، وكان هنالك توجه بكل شيء، يعني علما إلى أن سوريا لديها حصار. التعاون العراقي تجاه السوريين خلال الفترة الأخيرة صدرت كثير من البيانات هي يعني لا ترغب إلى أن يكون العراق هو يتعاون مع سوريا بدون ما يزيد من نسبة تعاونه إلى تركيا، وحقيقة هذا ما سمعناه في كثير من الخطابات. كان هنالك خطاب أخير تركي يعني لم يشر إلى أن العراق كان متعاون بشكل حقيقي، لأنه كانت نسبة التعاون العراقي إلى سوريا أقوى. هذا يؤكد إلى أنه هنالك علاقات صميمية ما بين العراق وسوريا، وهي علاقات قديمة ليست بالجديدة علينا. زائدا العامل المشترك بين العراق وسوريا هو أنه لدينا نفس نوع الإرهاب، يعني داعش هو نتيجة يعني العراق وسوريا، يعني غير هذه البلدين لم يتواجد داعش بها، ولغاية اليوم نحن نقاتل داعش أمنيا واستخباريا. زائدا سوريا متضررة جدا، يعني نتيجة تهديم كثير من المدن وتهديم المحافظات التي، وخاصة أتكلم عن الجنوبية، نتيجة القصف الذي جاء. التعاون الروسي هسه احنا خلينا نكون واضحين، يعني هو روسيا الان نعم يعني هي دوله عظمى وقادره على ان تدخل وتخترق كثير من الامور، ولكن التهديدات الروسيه هي لا تفي الى انه الان مستعده روسيا ان تقاتل الولايات المتحده الامريكيه بسبب ضربات اسرائيليه الى سوريا. الان يعني الروس مشغولين بمعارك مع اوكرانيا، زائدا لديها علاقات طيبه باسرائيل ولديها علاقات طيبة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هنالك توجه إلى أنه سوريا هي يعني من المعسكر الشرقي وليس من المعسكر الغربي. طيب، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صفاء العاصم الخبير الأمني، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكري الكثير موصول لحضراتكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.